كابتن محمد يوسف، حمد لله على السلامة ومبروك الفوز النهاردة. الله يبارك فيك، الله يخليك يا مهيب، امسي عليك وامسي على الكابتن طارق، و النهارده يوم جميل والله. بجد احنا مبروك يا جو، استمتعنا النهارده بالاهلي والمقاصه والاسماعيلي وايضا بيراميدز والزمالك، يعني فعلا يوم جميل زي ما انت قلت، وخاصه طبعا على النادي الاهلي اللي النهارده بيعود بقوه كبيره جدا، مش قصه ثلاث نقاط لكن قصه صفقات، قصه حسين الشحات، قصه رمضان صبحي، قصه اجاييه، قصه عوده المصابين ودخول النادي الاهلي بقوه، رغم النادي الاهلي عنده اكتر من كده كتير جدا يا كابتن محمد. والله الحمد لله، يعني بص احنا في المقام الاول طبعا الحمد لله بثلاث نقاط، ودي مهمه جدا، وده الهدف بتاعنا في المؤجلات بتاعتنا المباريات اللي متاخره لنا، دي رقم واحد. رقم اثنين زي ما انت قلت طبعا مهمه جدا، ان يعني من الصدف او من الحاجات الجميله ان النهارده اللي بيحرز الثلاث اهداف هم اسماء او صفقات انضمت لينا في يناير، يعني جونيور كان موجود بس كان نتيجة الإصابة كان في قائمة الانتظار ودخل، وطبعا بالنسبة لي رمضان وحسين الشحان. النهاردة في إيجابيات كويسة، يعني إيجابيات كتيرة جدا الحمد لله، برضو النهاردة بداية الحمدي فتحي بداية مبشرة، النهاردة برضو ناصر ماهر بيأكد طبعا ويعني بيثبت أقدامه، فانا بقول الحمد لله كمان ان عوده، يعني سعد النهارده كان معانا موجود، سعد سمير كان موجود معانا، لكن برضو يعني الجهاز فضل ان هو ما يدفعش بيه في هذه المباراه، لكن اللي انا بقوله ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه كمان هتبقى احسن بعوده المصابين، ان شاء الله يرجع لنا المصابين. كل يوم بيعدي بيخش ناس من المصابين، ان شاء الله بكره من المتوقع يخش لنا هشام محمد ويخش جيرالدو، فبالتالي تمام هتقدر ان انت يعني تقدر تعمل روتيشن بشكل كويس جدا، خصوصا ان كثافه المباريات عندنا عاليه قوي. هنلعب يوم 28 تاني، وبعدين هنلعب يوم 2 في افريقيا مع سيمبا التنزاني، وهنلعب يوم 5 مع امبي، ويوم 8، يعني في كثافه ماتشات عاليه، وبالتالي محتاج طبعا كل اللعيبه. طيب وافقتوا على رحيل مؤمن زكريا؟ مؤمن زكريا والله اتكلم مع كابتن سيد ومع مستر لاسارتي، وجاله عرض اعاره من نادي احد السعودي، وكان في شويه مناقشات ويعني مفاوضات، واعتقد في النهايه ان هو انتقل فعلا رسميا يعني. طيب يعني انا عايزك بس لاني اكتر من ضيف اتكلم على موضوع مؤمن زكريا، وان الكابتن محمد يوسف كان زعلان منه، والكابتن محمد يوسف انا عايز اقول للكابتن محمد يوسف لو عنده لعيب يعني سوري يعني اي اسم هيكسبه اكيد هيلعبه، هل كان في مشكله بالفعل بينك وبين كابتن مؤمن زكريا؟ لا ما فيش خالص. اولا احنا اولا انا يعني مبدئيا طبعا بحكم ان مدرب ولاعب انا اكبر من ان اتكلم في مشكله مع لاعب، يعني ما ينفعش ان ابقى مدرب في النادي الاهلي او مدير فني في النادي الاهلي لما توليت المسؤوليه، وحتى لما كنت مدرب عام وقام باعمال مدير كره وحاليا مدرب عام، مفيش حاجه اسمها ان انا اخش في مشكله مع لاعب، في وجهات نظر وفي النهايه اللي بيتم تنفيذه وجهه نظر الراجل رقم واحد. رقم واحد ده بقى هو لاسارتي، هو محمد يوسف، هو كان وقت من الاوقات باتريس كارتيرون، انما اللي بيتم تنفيذه واللي بيتم تنفيذ القرارات هو قرار رقم واحد والمسؤول عن القرارات الفنيه. بالنسبه طبعا لمؤمن هو يعني تراءى لي او شايف ان هو احسن ليه الفتره دي يطلع يشوف يعني فرصه ان هو يبقى في الدوري السعودي، او يعني العرض اللي جاله في الدوري السعودي، وفضل ان هو يلجا لهذا الاتجاه. يعني ما كانش في قناعه من حضرتك ومن لاسارتي بامكانيات مؤمن زكريا؟ لا ما فيش حاجه اسمها قناعه مني ومن لاسارتي، في حاجه اسمها قناعه لاسارتي. لا انا بكلم ايام حضرتك كنت مدير فني، لان حضرتك مسكت فتره أيام مدير ما كنت فني. مدير فني هو حضرتك، انا عملت يعني مؤمن لما مسكت انا توليت المسؤوليه، عملت له برنامج من تمرينات صباحيه ومسائيه، وحطيته في ال 18 كل الماتشات اللي انا توليتها حطيته في ال 18، دفعت بيه في الاوقات اللي من وجهه نظري انا شايف انها تصلح ان هو يتواجد فيها.
طبعا كلام اتقال في الاعلام وان بالظبط يعني محمد يوسف بتاع الكلام ده ما حصلش عندنا في النادي الاهلي، واللي اشتغل في النادي الاهلي واللي قريب من النادي الاهلي فاهم كويس قوي. فتره من الفترات اتربط عقد او اشتراك مؤمن زكريا في المباريات بتجديد عقده وملهاش اي دخل، وانا اكدت له اكتر من مره لما كنت قائم بعمل مدير كوره اكدت له هذا الكلام وقلت له ان مفيش حاجه خالص في النادي الاهلي يعني بيتم تنفيذها او ده سيستم شغل بتاعنا، الكلام ده مش موجود خالص. ولما تم تجديد عقده ما اعتقدش ان في حاجه اختلفت غير ان انا عملت له برنامج ودخلته في بعض المباريات اللي انا شايف من وجهه نظري ان هو يتواجد فيها. جه مستر لاسارتي طبعا تولى المسؤوليه وبقى هو ليه القياده وهو اللي بيحط من وجهه نظره التشكيل وشايف مين العناصر اللي تفيده ومين العناصر اللي تنفذ فكره بس. وكان مؤمن جدد يعني اذا الموضوع اساسا طب ليه ما تأيدش افريقيا يا كابتن يوسف؟ يا بيه ده مستر لاسارتي هو اللي ليه وجهه نظر في هذا هو الموضوع. لاسارتي كان يعرف حمدي فتحي وحتى وياسر، كان يعرف اللعيبه اللي اتأيدت في شاف افريقيا؟ بيه فيديوهات، شاف فيديوهات وماتشات لكل اللعيبه، شاف حمدي فتحي وهو في امبي وشاف له كل الماتشات، جبناها له فيديوهات قبل ما نتعاقد مع حمدي، تمام، قبل ما نتعاقد، قبل ما يأيد جونيور اجاييف في القائمه الافريقيه، شاف كل فيديوهاته واهدافه السنه اللي فاتت جابها مع النادي الاهلي. عايز مين؟ صالح جمعه شاف كل فيديوهاته وشاف كل تمام خلاص. انت أقوله بتوضح كويس، ان انت بتوضح يا كابتن يوسف عشان لا دي انا بس التساؤلات. أكد لك على حاجه، اتفضل. ان سيستم النادي الاهلي عندنا تمام، في شفافيه كامله جدا اكيد، واحنا بنساعد الراجل وبنمد كل الامكانيات وكل المعلومات. وهو اعتقد النهارده يعني النقطه او اليوم اللي النهارده وصلنا فيه، انت بتتكلم فيه تقريبا داخلين على شهر مستر لاسارتي متواجد معانا يوميا، فاعتقد ان هو حط ايده على كل كبيره وصغيره. تمام. مباراه الزمالك وبيراميدز كان في متابعه ليها؟ لان اعتقد يعني في منافسه مهمه جدا. التعادل ده يعني كان مريح بعض الشيء. احنا بالنسبه لنا طبعا كنا راجعين في الاتوبيس وما اتفرجناش خالص على المباراه، لكن انا برضو عايز اكد لك حاجه مهمه جدا. اتفضل. ان احنا كجهاز فني او لاعبين او يعني منظومه الكوره في النادي الاهلي احنا مركزين في شغلنا بس، تمام، ومركزين في نتائجنا بس، ومركزين في فرقتنا بس، تمام، شغالين على الاصابات ان احنا نرجعها، شغالين على التفكير بتاعنا في مباراه وادي دجله يوم الاثنين، الوقت القصير ده هنشتغل فيه ازاي الاستشفاء والريكفري، هنشتغل ازاي على احنا نقدر ندخل عنصر او عنصرين من المصابين يقدروا يرجعوا لنا ويخشوا لنا تاني في الفريق. تمام. فكل تركيزنا كده، اكيد طبعا بنتابع النتائج بتاعه الدوري طبعا ده بحكم شغلنا، لكن يعني برضو انا باكد الاقاويل اللي اتقالت، احنا بنتمنى فريق يفوز، بنتمنى فريق يتعادل، احنا الموضوع بايدينا. واعتقد النادي الاهلي في مواسم كثيره قبل كده في امثله كثيره لما بيمشي خلاص الدنيا يعني تمام. بتبقى في اتجاهه يعني. نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين. لكن اللي سمعته ان المباراه كانت مباراه حلوه ومباراه من جدا. المباريات فاتتك. الجميله قوي والريتم بتاعها كان حلو يعني. طيب اخيرا كابتن يوسف، يعني بيتم التعاقد بلعيبه بالملايين 150 وارقام ايا كانت الارقام، لكن الاجهزه اللي موجوده والريكفري اللي حضرتك اتكلمت عليه والاجهزه الطبيه اعتقد ان هيكون ليها يعني وجهه نظر للمسؤولين، وخاصه انت في الجهاز الفني في الفتره القادمه، لانها تتناسب مع امكانيه اللعيبه وحجم وضخامه الفلوس اللي بتدفع في اللعيبه. ده طبعا اكيد يعني انا متفق معاك في الحته دي، وده اكيد طبعا حاجات خاصه بالكابتن سعيد عبد الحفيظ بحكم ان هو مدير كوره، هو مش هيتاخر كابتن سعيد. ومستر لاسارتي طبعا المدير الفني، اكيد في تنسيق ما بينهم. واكيد طبعا في اتجاهات او خطوات في الاتجاه ده يعني. بشكرك كابتن محمد يوسف طبعا المدرب العام وراجل من كان طبعا المدير الفني للنادي الاهلي وخبره كبيره في النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك عوده النادي الاهلي بقوه الى الدوري المصري.